رفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اقتراحا طرحته المفوضية الأوروبية الشهر الماضي بتحديد أهداف جديدة أكثر صرامة بشأن مستويات خفض انبعاثات الغازات الملوثة للبيئة، قائلة إنه يجب على دول الاتحاد الأوروبي التركيز على الوفاء بالأهداف التي حددتها هذه الدول بنفسها. وكان مفوض الاتحاد الأوروبي للتغير المناخي قد قال الشهر الماضي إنه يفكر في زيادة ما بين 40 و45% في حجم خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المضرة للبيئة.